أهلا بحضراتكم في مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره كلية الصيدلة جامعة عين شمس. الحقيقة لو بدأنا الكلام عن هذا المركز وعن نشأته، هو إحدى المشروعات اللي تم طرحها سنة 2013 عن طريق وزارة البحث العلمي، وقد حزنا هذا المشروع وبدأنا من أول يوم ما خدناه للإعداد. هذا المكان كان عبارة عن بدروم وكان غير معد نهائي لهذا الموضوع، وبشكر إدارة الجامعة في ذلك الوقت وإدارة الجامعة المتلاحقة في أنها ساعدتنا على إنشاء هذا المكان. المكان يمكن استغرق من 2013 ل 2017-18، بدأنا نحط الخطوط العريضة وبدأنا نجيب الأجهزة، والأجهزة طبعا كان متدرج الأسعار بتاعتها، وإلى أن طبعا تمكين المكان والتشغيل الأجهزة أخذ مننا وقت، وبرضو بناء سمعة لهذا المكان يمكن خدت على مدار السنوات الماضية سمعة طيبة، وتكوين فرق بحثية وتكوين علاقات داخل مصر وعلاقات خارج مصر في علاقات دولية أخذ مننا وقت يعني لغاية دلوقتي الحمد لله، وما زال كل يوم بنقدر نقول ان في جديد في هذا المكان، لان هذا المكان محتاج الى رعايه ورعايه مستمره، لان هي عباره عن اجهزه والاجهزه لها توقيت للصيانه ولها توقيت لان احنا عاوزين نطورها. حاجات كتيره جدا ومتابعه يمكن شبه يوميه في هذا المكان. المركز من اختصاصاته الاوليه ان هو قائم على البحث العلمي في مجال اكتشاف الدواء من مصادر طبيعيه ومصادر تكون فيها تصنيع كيميائي او تشييد لمركبات كيميائيه. طبعا لو جينا نقول مصادر اللي هو المراحل اكتشاف الدواء، مراحل اكتشاف الدواء اللي هي النصوص عليها عالميا ان هي بتمر باربع مراحل، يمكن احنا هنا بنهتم بالمرحله الاولى اللي هي المواد الخام المؤهله لانها تكون بعد كده تدخل في المراحل الثانيه والثالثه والرابعه. احنا المصادر الاوليه اللي هي النباتات، ودي يمكن عليها دراسات كتيره واستغرقت من العالم كله سنين وسنوات، ولكن احنا برضو فتحنا مصادر جديده، يمكن مش النباتات بس، احنا قلنا الكائنات الحيه ومرفقاتها، وده يمكن الفطريات والبكتيريا وال الحاجات الأحياء المائية الدقيقة والموجودة في الماء، طبعا دي اشتغلنا عليها وبنشتغل عليها، علاوة على ان التحليل للمواد العشبية، وبالإضافة الى ايضا التصنيع الكيميائي او التشييد الكيميائي للمركبات اللي لها فاعلية. يمكن كنا بنختص في بداية المشروع بالمواد الفعالة اللي هي تقدر يكون لها فاعلية ضد مرض السرطان، ولكن تنوع بعد كده الشغل بتاعنا يمكن لحاجات منها التلوث الميكروبات ومضادات البكتيريا، ويعني الى انواع متفرعه في انواع اكتشاف الدواء. احنا زي ما قلنا ان احنا بنهتم بالمركب الكيميائي سواء اذا كان من مصدر طبيعي او مصدر كيميائي مشيد، بنهتم بيه وبنجري وراه لغايه ما نلاقيه. ده الهدف بتاع هذا المركز، والتعاون طبعا مع هيئات اخرى ان هي تتعامل مع هذا. اضفنا الى ذلك كمان اللي هو التركيبات العشبيه واهميتها في ان احنا زي ما شفنا كده في مرحله كوفيد اهميه المركبات العشبيه والاعشاب، فاحنا اهتمينا بعمل هذه الفورمولاز او التركيبات. منها طبعا يمكن في رسائل ماجستير ودكتوراه اهتمت ب اللي هو العظام والمشاكل بتاعه اللي هو تاكل الغضاريف وحاجات كتيره جدا، منها الى موضوع الى اللي هو الجروح والتئامها الى الالتهابات الى حاجات كتيره جدا، لقينا ان ديت وسيله سهله ممكن تشوف النور بسرعه مع المشي برضو في طريق موازي ليه، بان احنا بنوصل مع المركبات لاخر المدى، بحيث ان احنا نقول في الاخر يمكن في براءات اختراع تم تسجيلها في هنا عن مركبات لها فاعليه وفاعليه كويسه يمكن على الخلايا السرطانيه متعدده، طبعا عدد الخلايا متعدد وانواعها متعدده في الحقيقه،
يمكن احنا ماشيين متوازيين مع الاعشاب والتركيبات بتاعتها، والناحية التانية المركبات الكيميائية ذات الفعالية البيولوجية. إضافة للاهتمامات المركز والاهتمام الأول بالبحث العلمي، في اهتمام كبير جدا وهو التدريب. التدريب لكل معظم الباحثين وداخل الجامعة وخارج الجامعة، ممكن خارج مصر. احنا بيجينا ضيوف، جالنا ضيوف من سوريا وجالنا ضيوف من الهند ويمكن من أفريقيا، في ناس عاوزة تيجي. ده التدريب. أما المهمة الأكبر اللي هو التعاون مع الباحثين، والباحثين هنا الحقيقة بيجوا تحليل العينات بتاعتهم من داخل جامعة عين شمس ويمكن من أنحاء جمهورية مصر العربية ومن خارجها. يعني في عينات بتبعت لنا من خارج مصر لعمل التحاليل، لأن دي مرحلة مهمة جدا في إعداد رسالة الماجستير والدكتوراه والأبحاث اللي بيجريها الباحثين. فإحنا هنا بنقوم بهذا الدور، وطبعا توفير مكان مثل ذلك ده مهم جدا ان يكون متواجد، ومتواجد بصوره كبيره. وانا يمكن لنا برضو بنقول او بقول يمكن لو توصيه ان يكون في مثله في مصر، ويكون في علاقات ما بيننا وبين بعض، لان الاكتشاف وقت طويل في البحث العلمي، محتاجه ان احنا ندور اكتر، محتاجه تولز او الات او اجهزه اكتر، فممكن تتعمل مع مراكز تانية. وانا اعتقد ان في مراكز في مصر ان شاء الله يبقى في نجاح لنا كلنا، وفي الاخر عاوزين نوصل ليكون عندنا مصدر دوائي او دواء مصري جديد، يعني ان شاء الله باذن الله. ده لان هو بيستغرق وقت، واحنا حطينا البذره على مدار العشر سنوات والاجراءات بتاعته مشيت والناس شغاله، ويمكن اقول ان احنا يمكن بمعدل 30 ل 40 بحث كل سنه، وهذه الابحاث بتنشر في مجلات دوليه، في عدد من براءات الاختراع تم ان احنا تقدمنا بيها وفي انتظار ان هي تقبل ان شاء الله. في علاقات مهمه قوي قوي مع شركات الادويه، وبنقدم خدمات لشركات الادويه وبنحللهم مشاكل، ودي حاجه من العناصر المهمه جدا جدا في مجال ان احنا تحليل ومجال الاكتشاف. برضو في عندنا الاستيودنت اللي هم الطلاب مرحله البكالوريوس في من كليات الصيدله ومن غير كليات الصيدله، بيعقد لهم هنا دورات تدريبيه. في هنا عندنا وحده من الوحدات اللي هي سايتوكسيست، اللي هي مسؤوله عن اختبارات فعاليه المركبات ضد الاورام وضد السرطان، يمكن بتعقد دورات يمكن بطريقه منتظمه كل فتره، ودي بنعد لها، وبتبقى حتى كمان هي كانت على اونلاين. يمكن احنا عندنا بنعقد مؤتمرات بشبه مؤتمرات او بنشارك مع مؤتمرات اونلاين مع الصين، وكان جنوب افريقيا، وكان في الاتحاد الافريقي من هنا من داخل هذا المركز، لان سمعه المركز الحمد لله تجاوزت حدود مصر. يمكن فينا زيارات متعدده جات لنا من وفود، من يمكن اقول السفير الياباني جه زارنا، جامعة ماربورغ في ألمانيا، جامعة طوكيو، جامعة كوموموتو، في جامعات الصين جالنا وفود كتيرة جدا هنا. يمكن دول السعودية، المملكة العربية السعودية جم زاروا هذا المركز. أعتقد يعني في أويرنس كويس قوي، أو في معرفة عن هذا المكان، والمكان ده يستحق إن إحنا بنقول إحنا عملنا خلال 10 سنين حاجة، عاوزين ان احنا نعمل له ابجريدنج او نزوده، عاوزين ننقله لمرحله ثانيه، ما يبقاش اللي هو في دور واحد او في بدروم، لا احنا عاوزين يبقى ده مبنى كبير. عاوزين ان احنا وعندنا الافكار وعندنا الخطط، وخطط مرسومه، الخطط المستقبليه لهذا المركز احنا نعدها لمده 30 سنه موجوده عندنا، لان احنا بدانا من ما فيش خالص، وممكن احنا حاطين الخطط بتاعتنا على مدار كل 5 سنين اللي هيبقى شكلنا ايه، ودي ماشيين عليها بكل دقه، وعندنا الخطه موجوده وتنفيذها، وما تم تنفيذه واللي طلعنا بيه ده موجود، واحنا بنحاسب نفسنا وعارفين جوده المكان تبقى شكلها ايه، واتخاذ المعايير الجوده في هذا المكان وازاي هيبقى احسن، لان انت دلوقتي مواجه بحاجات كتير جدا عشان هذا المكان ينجح او يفشل. احنا واجهتنا يعني مشاكل كتيره جدا عشان المكان ده يستمر. انت بتعمل حاجه يمكن في طراز لم يحدث في داخل مصر من قبل، انت تحول مشروع بحثي لمركز ومكان وهيئه، وفي في ماده في القانون في التعاقد نفسه اللي موجود في اللائحه
بيقول عند الانتهاء من التجهيزات ان المؤسسه اللي هي جامعه عين شمس تسكن هذا او تسكن هذا المكان عند اوقات كان، وتم عمل لائحه اداريه ولائحه ماليه وكل ده ماشي على قدم وساق. هذا المكان مراقب بالكاميرات من يوم ما طلع للامان والحفاظ على الاجهزه. لا يعني احنا الحمد لله رب العالمين احنا في مرحله ثانيه عاوزين يعمل ابجريدنج، نتعمل ابجريدنج لهذا المكان ويتحول لمؤسسه كبيره ترعاها الدوله. واحنا نقول يعني احنا الحمد لله قدينا حاجه او يمكن الشعله يمكن احنا بداناها، واحنا على يعني على استعداد كبير قوي ان احنا نساهم في تطوير هذا المكان لابعد نقطه ان شاء الله. حاليا في معمل زراعه الانسجه والقياسات البيولوجيه، وده احد المعامل المتخصصه داخل مركز اكتشاف الدواء. مركز اكتشاف الدواء بيتكون من اولا معمل الرنين المغناطيسي ومعمل مقياس الكتله، والمعمل الاخر هو معمل الخلاصات النباتيه وتنقيه المركبات العضويه المشيده. الحقيقه المركز طبعا بيؤدي خدمات لكل الباحثين سواء داخل الجامعه او خارجها، وبيستقطب ايضا بعض الباحثين من خارج الجمهوريه، يعني كان في عندنا بعض الزائرين قدروا جم للمركز وتعلموا في المركز وعملوا بيعملوا العينات بتاعتها في داخل هذا المركز. بيقدم المركز خدمات الحقيقه ما كانتش موجوده قبل كده، يعني يمكن عايز اقول في جمهوريه مصر العربيه. وبيتميز بوجود أجهزة على مستوى يعني تؤهل الباحثين لإنجاز أبحاثهم العلمية في مجالات كثيرة، يعني منها المتخصصين في مجال اكتشاف الدواء، الأقسام العلمية في كليات العلوم في كليات الصيدلة، بتؤهلهم عشان الحصول عشان يقدروا ينجزوا رسائل الماجستير والدكتوراه بتاعتهم، أو الباحثين الأبحاث ما بعد الدكتوراه. من أهم المجالات يعني بداية المركز بدأ بفكرة إن احنا قدمنا مشروع مع الفريق الموجود في المركز لاكتشاف بعض أدوية السرطان، بعض أدوية علاج السرطان، وكانت من مصادر طبيعية أو من مصادر تشييدية أو تخليقية يعني تتعمل في المعمل. والحمد لله يعني فزنا بالمنحة بتاع إنشاء هذا المعمل وحصلنا على هذه الأجهزة، وتقريبا من حوالي 10 سنين لحد دلوقتي الأجهزة دي يعني حاليا بتؤدي خدمات لكل الباحثين زي ما قلت اللي هم اللي بيعملوا في مجال اكتشاف الدواء. احنا عارفين طبعا اكتشاف الدواء ده من الحاجات اللي احنا في مصر بنص يعني نطمح ان احنا يبقى عندنا في يوم من الأيام دواء مصري 100%، يعني دواء مصري 100%. يعني احنا بنبدأ من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الأول اكتشاف الدواء والدراسة البيولوجية اللي بتعمل في المعمل اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي، وبعد كده بنقدر نسجل الدواء ده كبراءة اختراع يعني أولية، وبعدين بنقدر ننشر كمان الأبحاث الخاصة بالاكتشافات بتاعتنا دي في مجلات علمية مرموقة. والحمد لله يعني المركز يعني ساهم في نشر عدد كبير من الأبحاث في مجلات، مما كمان ساهم في رفع التصنيف الدولي لجامعة عين شمس وطبعا والمصر كلها يعني الحقيقة. وده طبعا بيعمل فيه يعني عدد من الباحثين المتميزين هنا، مثلا وحدة التيشو كالتشر اللي هي زراعة الأنسجة اللي احنا موجودين فيها المسؤولة عنها حاليا الدكتورة مي طلبة، وهي من الباحثات المتميزات في هذا المجال. ومعانا مجموعة كمان في باقي الأقسام يعني بيقوموا بدور مهم جدا، ولهم تعاون مع بعض الدول منها اليابان، وفي زيارات بيتموا يعني تدريبية بيروحوا اليابان وبيرجعوا في أبحاث مشتركة مع الجانب الياباني. ده طبعا بيثري الإنتاج العلمي اللي بيطلع من المركز وبيخلينا مطلعين على احدث الابحاث اللي هي بتتم في العالم كله. يعني انا بعتبر المركز ده هو نقطه مضيئه في مصر، لانه هو المركز الاول
واعتقد ما زال المركز الوحيد اللي بيؤدي هذه المهمة اللي هي مهمة اكتشاف الدواء. احنا الطلبة بتوعنا بيتعلموا ده، ومراحل اكتشاف الدواء هي مراحل متعددة، ودلوقتي بقت يطبق ده، والأجهزة اللي موجودة فعلا بتؤهلنا ان احنا نقدر ننشر ابحاث على مستوى يعني متميز. احنا دايما طبعا يعني المركز بيطمح ان هو يحصل على أجهزة يعني أخرى، لأن طبعا المجال البحثي بيتطلب دايما في اكتشافات جديدة، ودايما بيتطلب وسائل جديدة عشان نقدر نطور من نفسنا. الحقيقة يعني أكاديمية في عندنا صندوق العلوم والتكنولوجيا يعني لا يألو جهدا ان هو يعني يمد المركز بدعمه، لانه احنا برضه عاوزين نحافظ على الاجهزه دي، محتاجه الاجهزه دي دعم عشان نحافظ عليها، لان هي اجهزه يعني صعب ان احنا نعورها دلوقتي في ظل الاسعار المرتفعه لمثل هذه الاجهزه. فالحقيقه يعني كلنا كده عاوزين ننشر كمان ثقافه اكتشاف الدواء، عشان كمان الدوله يعني مهتمية جدا بهذا المجال، وكمان انتاج المواد الخام الدوائية، فده هيبقى يعني اضافة كبيرة جدا للدولة. احنا هنا في مركز ابحاث اكتشاف الدواء وتطويره بنشتغل كلنا كفريق عمل واحد، في طبعا اللي هم مؤسسي المركز من اساتذتنا دكتور عبد الناصر ودكتور خالد ودكتور اميمة ودكتور دينا، انا بشتغل تحتيهم كمدير المركز، وبشرف بشكل عام على سير العمل في المركز من ناحيه الابحاث اللي احنا بنشتغل فيها كفريق عمل، من ناحيه القياسات او الخدمات اللي بنقدمها للباحثين داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها، بشرف بشكل عام على برامج التدريب اللي بنقدمها للباحثين من داخل مصر، سواء طلاب مرحله البكالوريوس او طلاب الدراسات العليا، وفي برامج تدريبيه حتى بنعملها لطلاب من خارج جمهوريه مصر العربيه. بنشتغل كلنا كفريق عمل واحد من اول رئيس مجلس اداره دكتور عبد الناصر لحد اصغر عامل في المركز، وكل مهمتنا ان احنا نسهل كل القياسات والتحاليل المطلوبه لاخراج بحث علمي بجوده عاليه تضاهي الجودة العالمية أو الستاندرز العالمية اللي موجودة في أحسن المراكز البحثية في العالم. ده وفر لنا حاجات كتير، أول حاجة أو أهم حاجة الطالب اللي كان طالب الدراسات العليا اللي كان مضطر إن هو يسافر بره مصر علشان أو يبعت حاجاته وشغله بره مصر عشان يستكمل بيها قياساته وتحاليله، إحنا هنا بنقدم له الخدمة دي في معظم القياسات بجودة عالية، الأجهزة بتعمل لها صيانة دورية، فريق العمل بياخد تدريب كافي مستمر بنقول عليها continuous education او continuous education لكل الفريق البحثي داخل المركز. في عندنا مخرجات مهمه جدا في مركز ابحاث اكتشاف الدواء وتطويره. لو اتكلمنا على مستوى البحثي، فالابحاث عندنا دلوقتي يعني بتتنقل من طور الابحاث التطبيقيه، الابحاث العلميه البحته، للابحاث التطبيقيه اللي ممكن نقدر ان احنا نربطها مع الصناعه. ممكن نقدم بعض الحلول لمشاكل صناعيه موجوده، ده ممكن يوفر جزء كبير من المجهود او المصاريف اللي ممكن او التكاليف اللي ممكن المصانع او شركات الادويه تتكبدها في سبيل انها تحصل على نتائج دقيقه. هنا مكان معتمد او مكان بيعمل تحت مظله جامعه عين شمس، وجامعة عين شمس من أرقى الجامعات داخل جمهورية مصر العربية وليها حاليا تصنيف عالمي. ممكن كمان يعني مؤخرا مثلا في بعض الشركات بتستورد من الخارج بعض المواد الخام، احنا هنا دلوقتي بنحاول ان احنا نقدم لهم بعض الحلول او بنشتغل على تجارب نعملها بايلوت ستادي او تجارب مصغرة، ان احنا نقدر نوفر جزء من الحاجات اللي ممكن ان هو تكاليف الاستيراد من الخارج، وبنعمل زي دراسة جدوى صغيرة هل ممكن ان احنا نستغني عن بعض او مصاريف الاستيراد في حاجات احنا ممكن نعملها داخل المركز. فده خطوة مهمة جدا، اظن انها يعني ممكن تكون متمشية مع خطة الدولة حاليا في
الحد من استيراد بعض المواد، وان احنا نقدر نخليها محليه الصنع، او على الاقل بابسط الحاجات ان احنا نعمل لها الكواليتي كنترول او كواليتي مانجمنت داخل جمهوريه مصر العربيه.